الحمله ديال التبرع ديال رجالات ورجال الامن استجابه للنقص المعلن عنه بمراكز ديال تحقن الدم. ارتأى السيد المدير العام للامن الوطني باش تكون واحد المبادره من جميع الموظفين لتلبيه هذا النداء وكذلك لسد هذا الخصاص، نظرا لان هذ الموظفين متاح لهم التنقل من اجل العمل ديالهم اللي هو تأمين ديال المواطنين والحفاظ على الصحة كذلك الأمن ديالهم، وهذا توا كينخرط في إطار الخدمات اللي ممكن الشرطيين يقدموها للمواطنين. على مدى يومين حسب ما وصل العلم ديالي أن اليوم والغد إن شاء الله هو انخراط لا مشروط، كاين انخراط ديال الكل ولله الحمد، ومبادرة ديال الجميع من أجل تلبية ديال هاد النداءات اللي كلها إحساس ومشاعر تحت الشعار ديالنا الخالد الله الوطن الملك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع أصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.